نتكلم على الوضع ديالنا احنا كاساتذه داخل المعهد تابع الجامعه الدار البيضاء. فكنا احنا كاساتذه عندنا اقدميات اللي كتراوح ما بين 40 سنه 10 سنين 20 سنه، ولكن ما عندنا حتى شي يعني حقوق اللي هي كتنص عليها مدونه الشغل. فمنذ انني بديت كنشتغل في المعهد ما عندنا لا تغطيه صحيه لا ضمان اجتماعي لا يعني الحد الادنى من الاجور، وكذلك عندنا قطاعات اللي ما عندنا عليها حتى شي امتياز. حنا يعني مده سنوات وحنايا كنطالبوا جماعه الدار البيضاء لا من خلال المنابر الاعلاميه ولا من خلال المراسلات ولا عن طريق الوقفات ولا عن طريق الاجتماعات انها تضمن لنا الحقوق الشغليه ديالنا، ولكن ما كتستجبش المطالب ديالنا. بالاضافه لانها مؤخرا دخلت لنا واحد الشركه اللي هي لا علاقه لها بالتعليم الفني البيداغوجي، انها هي اللي تولي تخلصنا تعطينا الاجور ديالنا دون اي استشاره مع النقابات ديالنا او دون اي استشاره معنا احنا كاساسينا. يعني فرضوا علينا هاد الشركه، بالتالي حنايا رفضوا انهم يعطونا شواهد العمل اللي كنا كناخذهم منذ سنين، كذلك شواهد الاجره. يعني هذا في حد ذاته راه تصريح بانهم هما راه حد ذاته راه طرد الانسان. كتكون خدام معاه لمده 15 عام كاقدميه وما كيعطوك شهاده العمل، كيحرمك من شهاده الاجره اللي كنتي كتاخذها في السابق، كيحرمك منها. هذا في حد ذاته راه طرد مباشر. حنايا في هذا الصدد حنا رفعنا دعوه قضائيه، رفضنا اننا حنا نتعاملوا مع الشركه لان احنا ما كنعرفوهاش وما ما ضمنتنا حتى شي حق وما استشرتش معانا، جاوا فرضوها علينا. فحنا التجئنا للقضاء باش اننا نتوصلوا بالاجور ديالنا كيف ما كانت كتعطيهم لنا جماعه الدار البيضاء، وكذلك كنطالبوا بشواهد العمل وشواهد الاجره والحقوق الشغليه ديالنا عن طريق القضاء. المسطره القضائيه راه غاديه، راهي في المراحل الاخيره ديالها ان شاء الله. كنتمناو انها تضمن لنا الحقوق ديالنا، خصوصا دابا الان مع جائحه كورونا. فحنايا لحد الان من يناير 2019 بتزامن مع دخول الشركه فحنا ما حصلناش على الاجور ديالنا، لانهم كيقول لنا وقعوا جداول الاداء وخذوا الاجور ديالكم، ولكن الاجور ديالنا بغاو يعطيوهم لنا عن طريق الشركه. حنا كنرفضوا هاد الشركه لان ما احترمت لنا حتى شي حاجه من الحقوق الشغليه ديالنا، ما احترمت الاقدميه ديالنا، ما ناقشت معنا الحقوق ديالنا. فحنا كنرفضوا حنا لاننا حنا خدامين مع جماعه الدار البيضاء. جماعه الدار البيضاء هي اللي كنحملوها المسؤوليه فيما آل اليه القطاع وما آلت اليه الوضعيه ديالنا حنايا، لا الاجتماعيه ولا الماديه. حنا كاساسيده حنا كنشتغلوا ودرنا العمل ديالنا على اكمل وجه وقمنا بالامتحانات ودرسنا الطلبه، وحد الان ما حاصلينش على الاجور ديالنا وما ضمنت لنا حتى شي حاجه. احنا منين كنا احنا تواصلنا مع المسؤول على الشان الثقافي عبر المنابر الاعلاميه وهضرنا معه مباشره، وقال لنا احنا الشركه راه جايه باش تصلح القطاع وكذا وكذا. قلنا ليه الى الشركه جايه باش تصلح القطاع احنا غادي ناخذوا بنيه طيبه، ولكن اشنو غادي ديروا معنا في الاقدميه ديالنا؟ انا قلت ليه راه قلت لي عندي انا 15 عام ديال الاقدميه، شنو غادير معايا في الاقدميه ديالي؟ قال لي ممكن تلجئي للقضاء، وهذا القضاء يعطيك حقك، وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلانا نلجئ للقضاء. بالنسبه للاستاذ جلال اللي هو قيدوم من قدماء الاساتذه في المعهد البلدي، فهو كان تكلم مع السيد رئيس الشؤون الثقافيه فيما يخص الحقوق ديالنا. قال لهم قال لي بالحرف ممكن نتوما تنازلوا على الدعوه وجيو سينيو الاجور، جيو سينيو وقعوا على جداول الاداء وخذوا الاجور ديالكم. حنا ما غاديش نتنازلوا على الدعوه، انا كنجاوب من هذا المنبر، حنا ما غاديش نتنازلوا على الدعوه حتى تضمن لنا جميع الحقوق الشغليه ديالنا اللي كيضمنها لنا الدستور وكينادي بها القانون. بالنسبه لمنين انا اشتغلت في المعهد هذه المده كامله، فكانت واحد نسبه تاع الاقتطاعات اللي كيقتطعوها اللي هي 17%، ولكن ما عندنا عليها حتى شي امتياز. بالتالي في 2018 كتنتقل من 17% ل30%. هاد 30% حنا ما عرفناش فين كتمشي، يعني ما عندنا حتى شي امتياز، ما عندنا لا تامين لا صندوق لا تغطيه صحيه لا ضمان اجتماعي. حنا بغينا هاد 30% فين كتمشي، وهذا الاقتطاع اللي قطعونا بغينا حنا يرجعوه لينا كفريق، يرجعوه لينا لان تقطع هكاكين ظلما.